السلام عليكم، مرحبا بكم عند جنات. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم حلوه لاكريم ديال الباتيسري، كاطو غلاس ممتاز وراقي، مكونات ساهل مع عمركم تستغناو عليها ملي تجربوها. تابعوا معايا الفيديو باش تعرفوا كل اسرار ديالها. كنحضروهم فرحوا بها الوليدات والعائله والناس العزاز احسن مليار مره من تاع الباتيسري، ونقيه وعلى يدينا. يلا نخليكم مع الطريقه والمقادير. والاول مره كتزور القناه ديالي تشترك وتضغط على الجرس باش يوصلها اي جديد. بسم الله على بركه الله، غنبدا معكم بالجينواز. وخصبق ليا نزلتهم من قبل في الصفحه، انا كنعاودو مره اخرى لطالب الدريات، بزاف تاع الدريات اللي طلبوه ليا، كنشكرهم على التعليقات القيمه ديالهم، واللي بفضلهم كنستمر معاكم. بسم الله، كنحتاج ربعة البيضات، قبصه تاع ملح، كاس تاع السكر 120 غرام، كاس تاع العنبه ناقص شويه اللي ما عندوش العبار 120، و120 ديال الدقيق بجوج كاكاو بالعبار ديال الكاكاو، وخماره وفانيا. يلا بسم الله. هيا كتجانس السنيده مع البيض، هو طلع مزيان. دابا غنبداو نديرو الدقيق على 3 دفعات ومعاهم كاكاو وخميره. بسم الله، واخا مغربل غادي نزيد نغربلو. من التحت للفوق نزيد، غنزيد مع هاد المره كاكاو. كنغربلها بشويه باش ما يطيش. واللي بغى يدير كاكاو المر يديرو تاع العبار. بس خليوش الدقيق ديالكم يهود لكم لتحت، ضروري تهزو من الفوق لتحت بحال هكا، ما تهزوش ليديكم الفوق. نزيد ما سبق من الدقيق، خميرة، كنكونو داهنين المول. نفرش لي ورق تاع الزبدة قبل ما نديرو الجينواز ديالنا. تحت الفوق عاف شويه باش ما ينزلش لكم البيض. هاي بعد ما خلطناه نديروه في المول.
تهزوا المول بحال هكا باش تجي تدخل ليه الهواء. نقادو المول بحال هكا ونديو الفران. ملي خرجت من الفران هاهي كتجي عالية، كتجي منقولش ليكم عليها بحال البونج. نحيدو ليها القاعد ديال الزبدة، قسمو على جوج بالسبيب ورجع. بعد ما قسمناها غنوجدو المول ونحطوها فيه ونبداو نصايبو. قطعتها على جوج وحطيتها وغادابا نسقيها بالحليب. اللي بغى يسقيها بالقهوة يسقيها، اللي بغى يسقيها بالعصير والحامض يسقيها، بأي واحد أي حاجة كتبغي كتسقيها، أي حاجة كتجي. أنا عندي متوفر الحليب، درت الحليب. خاصنا نسقيوها حتى تشرب مزيان تتولي بحال هكا صافي. وندوزو نصايبو الكريم. نديرو جوج معالق كبار قهوة سريعة الذوبان، وجوج معالق تاع الماء، وجوج معالق تاع السنيدة باش نديرو كابوتشينو، حيت غنزيدوه على الكريمة. تابعوا معايا المراحل حتى اللخر. نديرو جوج معالق كبار تاع الماء، صافي وغنطلعوه. بعد ما ذوبت الشكلاط البيض غنزيدو على الفويتين هذا واللوز. وانا غنخلط باش تجيني الطبقه مقرمشه. اللي بغى يدير الشكلاط الاسود يديرو. نحيد الجينواز ديالي بالشكلاط، بغيت ندير ليها البيض شكلاط بيض صافي. غنخليه بحال هكا. دابا غنزيدو على نخوي على الجينواز ديالي. دابا غنوجد لاكريم وغنحطو عليها. ضروري تستعينو بهاد المعلقه بحال هكا، كتجي ساهله كديعو كامل. درت نص باكيه ديال الهلاله، فيها السكر فيها كلشي، واللي ما عندوش يدير يستعين بالكريم السائله ولا كريم شانتي. بعد ما طلع شانس كنزيدو كابوتشينو اللي وجدت، جوج معالق ديال القهوه السكر وتاع الماء. نقولش لكم على كابوتشينو مع لا كريم، نقولش لكم كيجي هائل. واللي بغات فاتها الحلقه ديال هذا دخل الصفحة ديالي راه موجود. غادي نديرو فوق الطبقة المقرمشة تاع الجينواز.
قهوه مع كريم كيتجي رائع، ما نقولش ليكم المذاق ديالك كيفاش كيجي. غديروها وغترجعوا عليا الخبار ان شاء الله. نحاولوا نعمروا الجناب، تبقى لينا الحلوه مقاده، مابقاش جهه مهويه وجهه. ضروري هاد العمليه كنديروها بحال هكا باش كنحيد، نديرو هكا الجناب كندكوهم باش منين نحيدو الاطار تبقى لينا مقاده، تبقى لينا الطبقه مقاده. نهز الطبقه الاخرى ونحطوها. كنسقيو الطبقه الثانيه بالحليب، نسقيوها مزيان عا باش ندوزو نديرو لها الكريم. كنحطو الكريمه اللي بقات لينا ونقادوها باش الا درناها في الثلاجه وجبدناها نبغيو نديرو الكلاصاج تجينا مقاده بحال هكا بشويه. ضروري الجناب نعمروهم. انا واخا عمرت انا غادي ندير الموس ونحيد داكشي الزايد. بعد ما تقادت ليا انا غندخل المجمد، نغطيها بالسلوفان ضروري، ندخلها المجمد ونخليها 4 ساعات ونخليها حتى الغدا كاع باش ندير كلاصاج ماشي مشكل. ملي خرجتها من الكونجيلاتور ها هي جمدت، نحيد لها السلوفان كيتحيد بسهوله. هاي دابا مفينيا، غندير لها شويه لاكريم من الجناب، ندير ليها لاكريم شويه من الجناب بما برد ليا الكلاصاج. بعد ما دوت ليها لاكريم من الجناب غنخوي عليها الكلاصاج. بالنسبه للكلاصاج اللي درت في هذه الحلوه كلاصي، حيت غادي يجي الفيديو طويل نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. نشوف صافي برد دفا. دابا غنبدا نخوي. بسم الله راه باقي سخون شويه، تخليه حتى يبرد باش ديروه. انا ما عطاتنيش داك اللون اللي بغيت، خليتها باتت. والغد لي في الصباح جد الشكلاط غبره المر زدتو درتو في باماري وعبش زدتو باش عطاني داك اللون الكحل الزوين. هو الشكل النهائي ديال كلاصاج ميروار، كيجي لامع شوفي فيه يدي كيجي روعه. هانتوما شوفوا مرايا صافي تبارك الله ميغوار لاصاج ميغوار كيجي رائع. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، تشاركوا في القناه باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله.